اهلا بحضراتكم من جديد، واولى فقرتنا الحوريه مع واحد من نجوم مصر والنادي الاهلي الكابتن احمد ابو مسلم. كابتن احمد برحب بيك. ازيك يا عمر؟ منور يا كابتن. اخبارك ايه؟ اخبارك ايه حبيبي؟ الحمد كله لله. تمام، كله كويس الحمد لله. يعني في البدايه طبعا عايز اسال حضرتك واقول لك رايك في بيان النادي الاهلي الاخير، لكن قبل البيان رايك في تاجيل ماتش القمه. يعني حضرتك راجل لعبت كره قدم على المستويين، المستوى المحلي والمستوى العالمي، راجل لعبت في الدوري الفرنسي، لعبت في الدوري المصري، لعبت منتخب مصر وحصلت على ثالث العالم بطوله افريقيا، فانت راجل احتكيت كتير جدا، فتقدر تقول لي الحاله اللي موجوده فيها كره القدم من تذبذب وعدم استقرار، ونتكلم بقى في تاجيلات رابع اسبوع. طب الدوري الرابع، الجوله الرابعه اتلعبت نص منها ونص ثاني ما اتلعبش، فرايك بشكل عام. عمر زي ما انت قلت الحلقه اللي قبل كده كنت اتكلمت معاك فيها، قلنا اول حاجه الاداريات او الاتحاد الكره لازم يكون مسؤول عن كل حاجه اداريه موجوده اللي هو التنظيم، وشفنا راجل حط جدل كويس وقال لك مفيش تاجيلات، يعني بشرنا خير يعني. بس رجعنا للعكس، رجعنا تاني نفس الموضوع، بنتكلم النادي الاهلي بيتكلم على حقه، مش بنتكلم اكتر من كده. اللي انت راجل مديني مواعيد ومديك جداول معينه ومديك متوشه معينه، اقدر اعمل السيستم بتاعي عشان اقدر اشتغل الفتره اللي جايه شغاله ازاي، بالذات عندي متوشه افريقيا، عندي متوشه بقدر احتك دلوقتي. شايفين الراجل بيعمل روتيشن بشكل كبير، فيقدر يعمل الشكل بالظبط. بالذات انت كمان خلي بالك، انت بتحسبها، احنا بنحسبها كمشاهدين غير المدير الفني. المدير الفني بيحسبها ورقه وقلم، بيحسبها عندي هاخد كام بونت الماتش اللي جاي، الاصابات مين اللي هيرجع. فاحنا بنتكلم النادي الاهلي بيدور حقنا الفتره دي كمان، احنا بنتكلم اللي انت فايق الفتره ديت، والفرقه ماشيه بمستوى الكيرف بتاعها ما شاء الله عالي جدا، والراجل المدير الفني برضك عمل يعني نوعا ما اداء كويس مميز، بس احنا مش هنتسرع لحد لما نشوف برضك المواجهات القويه يعني اللي بنتكلم فيها. احنا بنتكلم عن الحق بتاعك، فلازم الطبيعي اللي انت تنزل تدينا حقنا، مش هنفضل كل شويه نرجع ولسه ما لعبناش ماتش افريقيا. خلي بالك لسه ما وصلش افريقيا، هنرجع بدل انت رضيت بالاول كده يبقى عندك مشاكل تانية. كل واحد يقول لك لا انا اجل لي انا كمان، وشفنا النهارده كذا نادي من الانديه بيطلبوا اللي هو مش عايز العب ماتش الخامس الاسبوع الخامس قبل الرابع لما العب الرابع الاول، وكان في مشكله من نادي المقاولين كان طيب. نفس الكلام. كابتن احمد ابو مسلم، حضرتك قلت نقطه مهمه جدا ان انت ما دخلتش على ماتشات افريقيا، وبالتالي كله هيجي يتكلم يقول لك اجل لي انا كمان. اللي عنده اصابات، اللي عنده لعيبه في المنتخبات الاول الاولمبيه، حتى في المنتخبات العسكريه. خلي بالك كمان، خلي بالك في منتخب الاولمبي كمان هيبقى في ناس كتير هتلعب تصفيات البطوله، هتلعب هنا في مصر في اسكندريه، فممكن في انديه تقول لك انا عندي 3 4 عندهم 5، هيقول لك لا، هيقول لك طب ما تاجل لي انا كمان، اشمعنى انت كده بتحط لي تحت ضغط. بالذات من شايفين برك العكس اللي احنا عندنا في الدوريات الثانيه، الناس بتلعب من غير يعني مثلا الدوري السعودي، ما الناس بتلعب من غير، ما عندناش مشكله يعني، ما فيش مشكله، لعيبه دوليه لازم بتلعب عادي. كابتن احمد ابو مسلم، هل حضرتك شايف ان دور الاتحاد المصري لكره القدم، حتى لو الجهات الامنيه طبعا بما ان هي المسؤوله عن تنظيم المباراه امنيا، لو هي قالت ان الماتش الاهلي والزمالك مش هينفع يتلعب بسبب 1 2 3، دور اتحاد الكوره ان هو يقول تمام، ولا لازم يقنع الجهات الامنيه بان توقيت المباراه ده اهم رساله علشان نوجهها لاي حد ممكن يحس ان احنا دوله ما نقدرش ننظم مباراه كره قدم، وده العكس تماما تماما تماما. احنا دوله بتقدر ان هي تنظم امم افريقيا، هتنطلق كمان كام يوم، نظمنا بطوله افريقيا 24 منتخب لاول مره في تاريخ افريقيا يتم تنظيمها بعدد كبير من المنتخبات. هل حضرتك شايف دور الاتحاد المصري لكره القدم ان هو بس ينظم، ان هو بس يكون موجود يحط جداول كده وخلاص؟ لا، ما لازم لازم عمر يكون في اتفاق بينك وبين الامن. احنا ما عندناش اختلاف خالص على الامن وعلى مصلحة العليا لمصر طبعا، احنا ما بنتكلمش حاجه، بس احنا بنتكلم في نقطه معينه. زي ما انت بتقول، احنا كان لسه من فتره قريبه مثلا من 5 6 شهور مصر كان بيحصل فيها الاستاد القاهره بيبقى فيه، قصدي البرج العربي، الاستادات الاسماعيليه واسكندريه والسويس، كان بتوشه بتلاقي بتاع كاس الامم، كان الناس بتبقى موجوده 80,000 و90,000 و100,000، كان ناس موجوده في الاستاد، ما عندكش مشكله. تاني حاجه، لو جينا نتكلم على الشكل العام، انت الفتره اللي فاتت ما في حفلات كتير وفي مناسبات كتيره في مصر موجوده. احنا مش بنتكلم على دوري الاهلي والزمالك، احنا عايزين نلعب يا عم اهلي وزمالك في برج العرب من غير جمهور، من غير جمهور، مش عايزين جمهور. احنا مش عايزين نرجع للجمهور، مش عايزين جمهور. انت بقالك سنه بتلعب من غير منع الجماهير، بتدخل 3000، احنا مش عايزين 3000 ولا حاجه، احنا عايزين ناخد نلعب في برج العرب من غير جمهور وتمشي المسابقه. خلي بالك زي ما انت قلت، بدل انت نزلت في اول خطوه يبقى الدوري كله هيبقى فيه تنازلات. مش بنتكلم دلوقتي يعني، مش بنبص في يوم وليله النادي الاهلي او الزمالك ده اكبر حاجه موجوده، بس بدل انت تريد كده لازم الانديه الثانيه لازم يكون في مساواه. فدي مشكله كبيره اللي احنا دلوقتي، احنا مستثمرين اللي احنا عندنا جدول اللي عايزين نمشي عليه، وانت شايفين متبشرين خير باللجنه الخماسيه اللي هي تقدر تدير بالكره المصريه بشكل مميز، مفيش تاجيلات. والراجل لما عمل قرعه بتاعت بطوله الدوري شفنا شكل مختلف، وقلنا بشرنا خير، بس احنا كده شكلنا بنرجع تاني ورا يعني، احنا شكلنا هنرجع تاني نفس الخطوات السنه اللي جايه يعني. هنفضل نفس الكلام، النادي الاهلي مثلا يروح في افريقيا نيجي هيلعب فرقه ثانيه يقول لك لا اجل لي ماتش يومين ثلاثه عقبال ما اجي عشان ظروف الطيران.
خد بقى قيس على نفسك كده، هيبقى الدوري برضك هيبقى فيه مشاكل، هيبقى بدل اول حاجه ابتديتها بمشاكل هيبقى فيه مشاكل. احنا بنتكلم ان احنا عايزين حقنا، حق اصيل اللي احنا بندور على مصلحه النادي الاهلي اللي انت دلوقتي. طب رايك في البيان يا كابتن احمد، البيان اللي صدر من النادي الاهلي طبعا بيوضح فيه ان هو يعني هيحتفظ بحقه، وهو عدم لعب مباراه الجوله الخامسه قبل الجوله الرابعه، وان المباراه المقبله للفريق هي مباراه نادي الزمالك. شفت البيان ده يعني من وجهه نظرك، هل هو حق للنادي الاهلي والتمسك بحقوقه انه يلعب ماتش الزمالك قبل مباراه الجونه، ولا راي حضرتك بس عشان نوضح الامور ومن زي ما احنا بنقول ان احنا فير، هل حضرتك شايف ان الاهلي مزود في البيان او الاهلي ملوش حق انه يعمل كده خالص؟ احنا بنتكلم على حقنا النادي الاهلي، وده يعني اللي شفنا البيان اللي طالع بيان محترم جدا، بيدور على مصلحه النادي الاهلي والقواعد المسابقه اللي انت مدهاني. يعني مش انا اللي حطيت الجدول ده، هو انا اللي حطيت المواعيد، النادي الاهلي حط المواعيد، اتحاد الكوره هو المسؤول عن المواعيد، بعت لي جدول بالمنتوشه بتاعتي، يبقى انت مقر اللي انت لازم تعمله، اللي انت لازم تنفذه. ما ينفعش تقول لي الجهه امنيه او حاجه امنيه او يعني مهما كان السبب اللي هو مش موجود. النادي لا، يعني مصر كلها بتنظم كل يوم مؤتمرات فوق الفئه الالافات، فاحنا بنتكلم اللي انت عايز، لو انت كنت عايز تنفذ الماتش وعايز تدور على الحق النادي بتاعك، كنت رحت وساعدت تقنع جهات الامنيه تقول لهم ما ينفعش، لازم الموضوع يبقى بدون جمهور، وديه حتى اسوان، وديه حتى الاقصر، بس اي اتجاه. احنا مش بنتكلم بس، بنتكلم ان انت المبدا نفسه مرفوض، انت بتتكلم المبدا نفسه اللي هم رافضينه. شفت يا كابتن ماتش ريال وبرشلونه ازاي رابطه الليجا الاسبانيه قالت ايه للناديين؟ قالت لهم انا هديكم مهله لحد يوم 26 اكتوبر تتفقوا فيها انتوا الاثنين مع بعض على ميعاد، لو اتفقتوا وصلتوا الميعاد هتبلغونا هنمشي عليه. وخيرون طبعا ما بين مواعيد يعني مواعيد معينه. قالوا لهم لو الميعاد عدى من غير ما ترجعوا لينا بقرار احنا هنحط التاريخ. لا بس ما انا تخيل يا كابتن احمد، ما انت بص عمر، خلي بالك زي ما قلنا من اول الموضوع كله، المشكله كلها كان السنين اللي فاتت في بالنسبه للمنتخبات او الانديه او الحاجات دي كلها كانت ايه؟ التنظيم، ما عندكش بلان موجود من اول السنه اللي انت هتقدر تحط مثلا من يوم 1 لحد يوم 31. وقلت لك مثلا لما مثلا كنت بنلعب في اوروبا كنا بنعرف يوم هبتدي يوم 1 يوم 20 هنزل احجز التيكت بتاع الطياره بتاعتي. انت حاجز اصلا طياره؟ بتبقى حاجز كل حاجه، واحنا بنتكلم في كده. هي المشكله دلوقتي اللي احنا عندنا التنظيم، عندنا مشكله مثلا نروح مش عارف الناس كانت موجوده قديمه، الحاج مش عارف مين، نروح لمين، عايزين معلش عشان خاطر ان العيال جايه مجهده ناجل الاسبوع مش عارف ايه، نفس الكلام. فده اللي بيتكلم احنا بنتكلم فيه، الناس اتغيرت بس السيستم هو هنتكلم الناس اتغيرت، ويعني المدير اتحاد الكوره هو نفس اللي كان، هي نفس الموجوده. يعني لو فضلنا القرار اتنفذ والدنيا مشت زي ما هي كده، يبقى الموضوع هو احنا ما عملناش حاجه، ما اختلفناش حاجه، هي الاداره موجوده. الشكل العام انت مثلا بتجيب حد ما كانش ليه سابقه قبل كده في الاتحاد، اللي هو ما كانش بيدير بشكل كبير، ناس كلها جديده، بس هو نفس السيستم، والناس هي الموجوده، وناس اللجان هي اللي جوه، نفس الكلام. احنا ما عملناش حاجه، بس لجنه المسابقات اتغيرت. المسابقات اتغيرت بس مين اللي بياخد القرار يا عمر؟ هل حضرتك شايف وجود حسام الزناتي ممكن يكون هو طبعا ولد شاطر، ولد ليه مستقبل كبير في الاداره الرياضيه في مصر، لكن هل حضرتك شايف ان وجوده في التوقيت الحالي مش متناسب مع الكوره بشكل عام؟ احنا عندنا يعني في تذبذب شويه في بعض القرارات، وان من الاخر ممكن نقول ان اتحرق بدري شويه. هو مش اتحرق، هو راجل منظم وشغل كويس، وكاس الامم كان عامله بشكل كويس، بس هي المشكله كلها بنقول احنا بنتكلم الناحيه التنظيميه مع الامن، لازم نتكلم يعني، لازم يكون في حتى محاولات عشان ما نوصلش للموضوع ده، لازم كان من بدري قوي يتحرك، ودي عايزه خبرات. يعني كان حد من بدري كان قاعد مع الجهات الامنيه، ولازم الموضوع يشتغل بشكل معين زي ما احنا قلنا، بدون جماهير ما عندناش اي مشكله، احنا خايفين نعمله في اسكندريه، اي حته تتعمل فيها برج العرب، ما برج العرب طول السنه اللي فاتت شال كل الفرق، شايل النادي المصري قاعد هناك على طول مقيم هناك في اسكندريه. كل الانديه، اي انديه بتبقى هناك بتبقى موجوده عندها مشكله بتروح تلعب في برج العرب. طب ليه ما تلعبش في برج العرب؟ انا كابتن بتكلم على نقطه حسام الزناتي، ان هو يعني انت جبته في وقت كان ممكن يكون موجود فيه واحد تاني عنده خبره، حسام يشتغل معاه وعلى نهايه الموسم او الموسم الجديد. هو حسام مش ناقص خبره، احنا مش بنتكلم في حسام ناقص خبره، انا بتكلم يا كابتن من ناحيه بس النقطه دي عشان بس ما حدش يفهمها غلط، انا بتكلم على وجود حسام الزناتي في تايتل. حضرتك قلت، انا خدت من كلامك ان اللجنه الخماسيه اللي موجوده ما عندهاش خبرات في اداره الكرة بشكل عام، هم اول مره يكونوا موجودين في تايتل او في مكان زي ده، فعشان كده بقول لحضرتك، هل ان انا كواحد جديد موجود لازم اجيب ناس اصحاب الخبرات، ولا اجيب وجوه جديده علشان خاطر يعني تحط لي سيستم؟ ايه اللي المفروض يحصل عشان يحصل توازن؟ لا احنا، انا عامه وانا بشجع فكره الشباب لازم تشتغل، تمام، بس مش لوحدهم يا كابتن، مش لوحدهم، بس لازم يكون في اتفاق. ما انت خلي بالك عمر، الراجل يكون حتى لو هو مجتهد ما عندوش ادوات مش هيعرف يشتغل.
انت فاهم ازاي؟ لازم تديني ادوات والصلاحيات، لازم تتكلم، لازم نشوف مثلا النهارده حطينا جدول، هو راجل حط الجدول وعمل قرعه بشكل مميز جدا، الناس كلها شافت حلو قوي الفتره اللي هو حط لك الجدول ما عندوش مشكله. انت دلوقتي شفنا كابتن بعد القرار ناس قالت لك بقى الحاج عامر وفرق الحاج عامر عن حسام، ناس فاكره حضرتك ان القرار دايما زي ما زي الكلام كان زي ما ان هو ايه، الناس فاكره ان القرار يعني بس من لجنه المسابقات لوحدها، ما يعرفوش ان في اتحاد كوره بيدير وبياخد قرار وممكن القرار اللي فوق ياثر. خلي بالك كان كل الفتره اللي فاتت او الظروف اللي فاتت حتى من كان الاتحاد القديم اللي كان بيدير كان لازم بيقعد مع الامن او بيتكلم باتصال مباشر مع الامن اللي فيه كذا فيه كذا فيه كذا. فاحنا بنتكلم هو ده لازم اللي يحصل، لازم يكون فيه كونتاكت مع الناس عشان تعرف تتكلم. ما ينفعش ان انا مش عارف اسيطر او مش عارف ادير بشكل معين اجي اطلع الحجه اللي هي مثلا يعني ظروف امنيه. ده بالعكس، انت كده بتضر البلد في حاجات كتير. يعني انت بتتكلم في حاجات كتير، ده مصر لسه داخله على كاس الامم، لسه منظماه بشكل مميز والناس كلها مبسوطه، ولسه عندنا طبعا 23 سنه منتخب اولمبي بتاع كابتن شوقي غريب نفس الكلام. فانت كده بتخش في حاجات تانية كتير. تاني حاجه ضيف عمر الثالثه، الفرقه بتاعت اللي كانت بتلعب نادي الزمالك اللي هي جت لقيت لك جينيراسيون لما انت قابلتهم، لما انت وديتهم حته ثانيه كانوا هيلعبوا بتر سبورت، وديتهم حته ثانيه في اسكندريه، فممكن يمسك لك النقطه دي يقول لك طب ما انا كنت بتكلم كلامي صح، اللي فيه الظروف الامنيه فيها مشكله. احنا بنتكلم اللي احنا لازم نحط سبب، نحط سبب مقنع، سبب الناس كلها تتكلمه، يعني الناس كلها شايفاه اللي هو على قد الحدث. ما ينفعش ان انا يعني اجيب اي سبب. احنا مع الامن ومع مصلحه مصر زي ما قلنا كل حاجه، بس الموضوع سهل جدا. الموضوع فرقتين من غير جماهير، ما احنا 100 سنه السنه فاتت لعبها كده. طيب عايز اخد راي حضرتك في خطاب النادي الاهلي واللي اتكلمنا عليه، واللي اكيد كل جمهور الاهلي سمعه وشافه وقراه. هل ده ممكن يحط لجنه الخماسيه في مأزق، ولا ايه اللي ممكن يفكر فيه لجنه الخماسيه او اعضاء لجنه الخماسيه لما قروا البيان وتمسك النادي الاهلي بموقفه بعدم اللعب المباراه القادمه في الجوله الخامسه للجونه قبل مباراه نادي الزمالك في الجوله الرابعه؟ راي حضرتك ايه اللي هيحصل؟ بص عمر، هو حتى الخطاب بيتقال، يعني احنا لاعب مبسوط جدا طبعا بالخطاب اللي اتقال او البيان اللي نزل، وده بيبين لك حاجه مهمه جدا. الكابتن محمود الخطيب طبعا اتمنى له الشفاء، لما جه اتكلم في النادي الاهلي، ما كان بيتكلم في بطوله النادي الاهلي، قال لك حاجه مهمه جدا. النادي الاهلي بيتعامل على قد كومه النادي الاهلي وعلى اسم النادي الاهلي وعلى اللوائح، وبناخد حق النادي الاهلي، بياخد حقه بالقانون وبالطرق الموجوده في الاتحاد المصري لكره القدم، صح ولا غلط؟ طبعا. فده اللي احنا بنتكلم فيه، اللي انت بتتكلم دلوقتي، اللي انا الراجل المسؤول عن مجلس اداره النادي الاهلي هو اللي بيتكلم. اللوائح هي اللي هتقدر تفصل بين اي حاجه. تاني حاجه، انت راجل المفروض بتدير المسابقه، انت لازم تحط، ما ينفعش تحط لي النهارده جدول وبكره تحط لي جدول تاني. انا هلعب الاسبوع الرابع، هو في دوري بره في اوروبا بيتلعب الاسبوع الخامس قبل الاسبوع الرابع؟ احنا بنتكلم برضك، احنا مش عايزين نرجع برضك لايام عم محمد علي، مش عايزين نرجع لايام العصر الحجري برضك يا عمر. هنتكلم ازاي؟ احنا لازم نتكلم، ما ينفعش ان بدل انت ماشي بشكل كويس واحنا بنشجع التجربه الشباب الموجوده، لازم اكون انا حاطط الجدل بشكل مميز. ما ينفعش العب الاسبوع الخامس والاسبوع الرابع. طب مسموح تلاقي لك قال لك انا مش هلعب الاسبوع الخامس، هلعب الرابع، وجالك المقاولين ما كانش عايز يلعب. نفس الكلام، ما انت بتتكلم لكل نادي بيدور على حقه بما شايفه الاصلح ليه. انا دلوقتي فايق الفرقه هتكسب، ما انا مثلا ما اقول لك انا لابس الزمالك، طب انا كده ممكن وارد ان انا ممكن اخسر، فاروح المعنويه بتاع الفرقه بتاعتي تبقى ايه؟ تبقى صعبه جدا، هيبقى عندي مشاكل. هلاعب فرقه بعديها قويه ممكن اخسر تاني، او هلاعب فرقه ضعيفه، انا كنت هلعب فرقه قويه اقدر اخد منها بونت او اتنين بونت او ثلاثه، وبعد كده العب نادي الزمالك ممكن وارد ان انا اكسب او اخسر. فكل واحد بيدور الاصلح. النادي الاهلي ما بيتعداش، النادي الاهلي بيتكلم في الحقوق والحاجات اللي احنا عايزينها، اللي هو حق النادي وحق البطوله اللي انت مدهاني، اللي انت الفرقه اللي هي الشروط اللي انت حاطها لي. يعني هل ممكن نقول يا كابتن ان كل واحد يتحمل نتيجه اخطائه؟ طبعا. يعني الاهلي ما حطش اللجنه الخماسيه في مأزق، النادي الاهلي بيدور على حقه، بس وان اللجنه الخماسيه يعني كل واحد يتحمل نتيجه اخطائه، وان انت ما نسقتش الامور قبل ما تاخد قرار، بس كده. تاني حاجه، هو مين اللي بيدير المسابقه عمر؟ الاتحاد المصري لكره القدم. بس انا منتظم بيك، انت دلوقتي قلت لي البيان دلوقتي اللي انا هتلعب بكره، هلعب بكره. انت اللي بتنظم مسابقه، ما تجيش تقول لا مش هلعب بكره، عندي مشاكل. طب انت حطيت التاريخ ده ليه؟ يبقى انت المسؤول، المشكله عندك انت، انت المسؤول، انت تحلها. طب لو حصل مشكله وحصل ازمات وده وارد ان هو يحصل، هل ان طبيعي اللجنه الخماسيه تجتمع بناديين حتى لو على انفراد وتعرف النادي قبليها بشويه، لكن ما يتفاجئش قبل الماتش بكام يوم؟ هي دي مشكله، اللي هي مشكله الحوار. لو انا عندي مشكله لازم اقدر اتكلم واقدر اشوف المشكله تتحل منين، اقدر اشوف هنا يناسب هنا ويناسب هنا، وادور اللي ليه الحق لازم يشتغل. ما ينفعش انا اروح جايب انا هو ده اللي هيتنفذ وبعد كده هو دوت اجيبها في الظروف امنيه، هي ده اللي يحصل، هو ده اللي يحل الموضوع. يعني ما ينفعش مسابقه يا كابتن احمد منتظم، هل هو امر صعب على اتحاد كره القدم؟ مش بتكلم على اللجنه الحاليه، لا انا بتكلم على اي اتحاد كره قدم موجود. هل تنظيم مسابقه تكون
مواعيد محدده وتواريخ معلنه ونمشي على طول السنه؟ هل ده امر راجل محسن زناتي عملها اهو، ما فيش اي مشكله، بس احنا بنتكلم في التطبيق. عمر عندك مشكله في التطبيق، وهيفضل طول عمرنا طول ما احنا ماشيين بالدنيا يعني ما فيش نظام، ما فيش لوائح تحكم المسابقه، حتى لو احنا اتعملت. احنا طبعا مش شفنا الاسبوع الاولاني او الاسبوع الثاني زي ما انت شفت، خصومات ولوائح، قلنا بشرنا خير يعني 30000 جنيه مش عارف مين، و20000 جنيه مين، ومش عارف تاخير عن نزول الارض للاستاد 50000. قلنا خلاص يبقى القانون هيمشي على الناس كلها، هيسرع الناس. بعد كده ترجع نقطه ثاني اللي انت كل شويه يحصل مشكله. انت دلوقتي اجلت ماتش من لا شيء، يعني انت المشكله لا شيء، يعني المشكله ما فيهاش اي حاجه. انت الملعب محلول، كل حاجه محلول، فما تجاليش انت تصدر لي المشكله تدخلني في مشكله مع الامن، مع في حاجه زي كده. انا مش شايف الاتحاد المصري من اول لو كان قادر يحل الموضوع كان ممكن يعمله بشكل احسن من كده بكتير. طيب عايز اسال حضرتك اخر سؤال في القصه وفي الملف بتاع النادي الاهلي وتاجيله وطلبه ان هو يلعب مباراه الزمالك قبل مباراه الجونه، هل حضرتك شايف ان توقيت البيان من النادي الاهلي كان توقيت مناسب ولا متاخر ولا بدري؟ لا طبعا توقيت مناسب على قد الحدث، ما انت خلي بالك احنا سامعين، خلي بالك في مشكله كبيره جدا. الموضوع المشكله لما تاخد قرار في الاتحاد المصري لكره القدم بيترمي زي بالونه اختبار يا عمر. تترمي الاول، هو لسه احنا عايشين في بالونه الاختبار لسه، وهنفضل موجودين لحد نفس السيستم موجود، اللي هو نسرب ونعرف رد الفعل ونشوف نشوف رد الفعل ايه. لقيت الدنيا مختلفه زي برضك الموضوع بتاع المنتخب مصر الاول، لما الدنيا اترمت شويه نفس الكلام اللي كابتن حسام، بعد كده كابتن ايهاب جلال، وبعد كده اترمى. انت فاهم ازاي؟ بيشوف رد الفعل الشارع ازاي، الراي العام والسوشيال ميديا والميديا ماشيه ازاي بالظبط. فهو ده اللي احنا ماشيين فيه الفتره دي، نشوف الاول الشكل العام ايه، شوف رد الفعل عامل ازاي. لو لقيت الدنيا ماشيه كويس لا ممكن نكمل، والدنيا لو لقينا الدنيا لا الدنيا ضربك شويه ممكن هنشوف لها حل، يعني نحاول نشوفها حل، فنطلع حاجه ما نقدرش ولا انت تقدر تتكلم ولا انا اقدر اتكلم، دي مصلحه عليا. طيب يا كابتن، دلوقتي انديه طلبت ان هي مع النادي الاهلي تضامنا معاه ان هي ما تلعبش الجوله الرابعه قبل الجوله الخامسه، وفي انديه لعبت ما عندهاش اي مشاكل الجوله الخامسه قبل الجوله الرابعه، حضرتك يعني مع مين؟ يعني لو ناديين دلوقتي عندك انديه وافقت وانديه ما وافقتش، يعني بامانه وبكل صراحه كابتن احمد ابو مسلم شايف الوضع ازاي ويميل لانه كفه؟ لا انا ميل للكفه اللي هي المظبوطه، اللي هي اللائحه الموجوده، اللي انا بدل اللي هلعب النهارده الاهلي هلعب الاهلي، هلعب ماتش بكره الاتحاد هلعب دجله ما ينفعش تروح ملعبني اهلي وبعد كده تلعب لي دجله وبعد كده تلعب لي، مش كل تاخد لي فيلم زي السنه اللي فاتت لما النادي الاهلي اتاجل له كام ماتش اللي هو كان بيلعب في البطوله الافريقيه، لقينا ماسكنا لقينا سماعات شغاله من هنا لحد افريقيا، اللي النادي الاهلي بتاجل له الماتش على حسب الوقت اللي انت عايزه، انت فاهم ازاي؟ وتلاقيت بقى اذاعات بقى والنادي الاهلي بيختاروا الفرق الضعيفه دلوقتي وقعده وتصوير، وبص الراجل ده كان ازاي والفرقه دي، ولحد لما يرجع رمضان صبحي ويجيب يناير ويجيب اللعيبه. طب انت بتتكلموا ازاي؟ طب احنا دلوقتي ما عندناش مشكله، احنا ممكن نلعب في اي حته، خدنا في الهند هنلعب، احنا بنتكلم احنا ما عندناش مشكله. دلوقتي المشكله انت عندك، هتعرف تدير المسابقه ولا مش هتعرف تدير المسابقه؟ طب هم دلوقتي لو حد بيتفرج علينا وقال لك والله دول مش فاهمين حاجه وعمالين يقولوا كلام، وفي المسابقه عشان تتنظم بتحتاج 1 2 3 4، يعني رايك ايه؟ يعني وارد ده يحصل؟ وارد ده يتكلم؟ عمر، هي المسابقه هي المسابقه بتاعت الدوري المصري او اللي انت حاطه الاسابيع دي عايزه مشكله؟ ما انا نفسي اعرف هو ايه المشكله في تنظيم بطوله بتواريخ معينه. ولو حد بيقول لك الموضوع يا جماعه مش زي ما انتم فاهمينه، طب انا عايز افهم ايه اللي احنا مش فاهمينه؟ يعني يا كابتن الكلمه دي في الاعلام بقى لها كام يوم، هي الناس دي بتهاجم اللجنه الخماسيه، ومنهاجم يعني مش نهاجم طبعا، شايل بتدير شايل بتدير. طب نسال في مين؟ ولا كابتن نقول لمين؟ يعني نروح مين؟ نروح للانديه؟ ما الانديه مالهاش دعوه. ما انا بقول لك انت بتسال الراجل المنهوض اللي هي الاتحاد المصري لكره القدم، هو اللي بيدير. فانت بتسال الراجل اللي بيدير، الراجل اللي بيدير هو عنده جواب دلوقتي ما بيتخدش منه حاجه، لازم الاول يرمي لك حاجه تشوف انت رد فعلك ايه، وبعد كده لما جاتش يدخلك في اتجاه تاني خالص. لازم يديرك من اتجاه تاني خالص، بعيد عن كل البعد عن الكوره، يشوفك اي حاجه. احنا بنتكلم في مسابقه، اي حد يقدر يعمل مسابقه يا جماعه، ده تواريخ. بنشوف النادي الاهلي عنده ماتش امتى، ونادي الزمالك عنده امتى، ناس المشتركه في افريقيا، فاهم ازاي؟ واعمل الجدول واشوف احدد امتى، وادي له واسعه 5 6 ايام اللي بيكون عنده مساحه، لو حصل مشكله ممكن يوم او يومين مش هيعملوا حاجه، انت فاهم ازاي؟ والدوري تمشي على كده. بس ما حدش بقى، حتى لو فرقه عندها زي ما قلت لك الفتره الجايه منتخب اولمبي، لازم هشوف البديل، مش هعطل الدوري ممتاز عشان 4 لعيبه او 5 لعيبه، ما الكلام ده ما بيحصلش برضك. لازم الكلام ده تتكلم في المسابقات اللي هي التواريخ الدوليه اللي هي فيها مطوشه او تجمع منتخبات، ما عنديش مشكله. امال طول ما انت الدنيا ماشيه كويس وفي ما عندناش مشكله، ليه ناجل؟ ليه كل شويه ناجل عشان مثلا ظروف ثانيه؟ يا جماعه ده مصر يا جماعه اكبر من الكلام اللي احنا بنقول عليه خالص ده. كابتن احمد، 3 اسابيع ونص من مسابقه عمر الدوري الممتاز، بتكلم على الـ3 اسابيع، الاسبوع الاول والثاني والثالث والرابع، الاسبوع اتلعب منه شويه احنا في الاسبوع الخامس دلوقتي.
ما احنا رابع والخامس، احنا نطينا سيبنا الرابع ودخلنا على الخامس. لا في ماتشات رابع اتلعبت في ماتشات رابع اتلعبت امبارح، عشان كده بقول لحضرتك رايك في المسابقه لما كانت ماشيه منتظمه قبل الكلام الخاص بمباراه اهلي وزمالك، راي حضرتك في ايه ورايك في مستقبل المسابقه، او شايف المسابقه هيبقى مستقبلها عامل ازاي بعد اللغط الكبير والكلام الكبير وبدانا في قصه التاجيلات بدري فراي حضرتك ايه؟ هو احنا كنا طبعا كنا مبسوطين متبشرين خير، بس بعد الموضوع الحدث اللي حصل دوت اكيد هيبقى في مشاكل ثانيه، هيبقى في توابع. خلي بالك ما في انديه برضك هتخش في افريقيا وهتلعب، فطبيعي انت اجلت لي يمكن لازم هتاجل لي، وفي فرق ثانيه هيبقى عندها برضك مصلحتها، اللي لعيب عندها مسابقه او عنده مشكله او عنده حاجه لازم هياجل، هيقول لك اديني انا كنت بلعب في افريقيا، مين هيلعب في افريقيا السنه دي؟ مش بيراميدز بيلعب السنه دي كمان مع الاهلي والزمالك؟ الاهلي والزمالك وبيراميدز بس والمصر. نفس الكلام والمصري كمان هيبقى عندك مشكله، الناس هتيجي تقول لك لا ظروف الطيران هتاجل. بص بدل اول حاجه اتنزلت يا عمر، مش تنازل يعني، انت لما اجلت وعملت حاجه زي كده هيمشي على الناس كلها، ما ينفعش تاجل لحد وتسيب لحد تاني. كابتن احمد، هل ممكن قرار تاجيل يوروبيك حسابات مدير فني او فرق، بمعنى عشان بس الكلام يكون واضح والسؤال مفهوم لحضرتك، ان مثلا استعداد الجونه للماتش اللي جاي ما كانش الاهلي، فانا ممكن يكون لاعب واخد انذارين وانا مخليه ياخد انذارين علشان خاطر يلعب ماتش الاهلي بدون اي مشاكل، لعيب عندي مصاب فانا بعده بكل ما اوتيت من قوه بالجهاز الطبي اللي موجود علشان يكون جاهز لماتش الاهلي، هل يا كابتن قرار التاجيل ده وان الفريق يلعب مكان فريق في ماتش وميعاد مش ميعاد، وهل ده ممكن يربك الحسابات الفنيه للفرق مش الاهلي والجونه بس؟ هي فنيا طبعا بيبقى فيها مشكله كبيره جدا. انا كمدير فني عارف ان النهارده انا في اول الاسابيع اللي خلي بالك الاسابيع الاولانيه دي عمر بقى في انديه بتلم بنط، يعني بتلم زي الحرس حدود مثلا عمال يتسحب وعمال ياخد بنط كويسه، يعني كسب امبارح الاسماعيلي بقى له الوقت عنده بقى سادس، انت فاهم ازاي؟ فالاسابيع الاولانيه دي انت طول ما انت مش فايق او مش في فورمتك بتلعب الفرق الكبيره في الاول، ممكن انت بتلم بسرعه، هم مش لسه ما دخلوش في فورمه المباريات، انت فاهم ازاي؟ ففي حد يقول لك انا قابل النهارده النادي الاهلي في الاول، والنادي يقول لك لا قبل نادي الزمالك لسه ما جهزت اقدر اخد منه بونت او اثنين او ثلاثه، غير لما العبوا بعد اصلا خامس جوله او سادس جوله او سابع جوله، انت فاهم ازاي؟ هل الحمل البدني وان كل مدرب بيجهز لعيبته فنيا وبدنيا بيكون له علاقه بترتيب الماتشات؟ طبعا. ما انت خلي بالك انا كابتن اتحاد الكوره فاهم الكلام ده، ليه ما بيفكرش في الكلام ده؟ ليه ما بيفكرش في اكل عيش مدير فني ويفكر في اكل عيش فريق ويفكر في جمهور بيفكر في مصلحه الفريق؟ ليه فاكرين ان كل مباراه زيها زي غيرها، بستعد للاهلي زي استعد للجونه زي استعد للاسماعيلي؟ تخيل بقى ان في مدير فني ممكن يمشوا. ما انا بتكلم في كده اكل عيش. اه طبعا الموضوع بيبقى صعب جدا، اللي انت مثلا عندك الثلاث منتشر او الاربع منتشر الاولانيين في تعادل وهزيمه ومكسب، فممكن النتائج مش مساعدك قوي، تروح ملاعب فرقه مثلا كنت هتلعبه الاسبوع الخامس، يعني فاكر الماتش الرابع هيبقى عندك سهل شويه تكسبه، وتخش على الخامس تروح انت لاعب الخامس تروح خسران، تروح انت ماشي. يعني غير بقى كمان زي ما انت بتقول كده في لعيبه هتبقى انت عامل حسابك اللي انت هتاخده على الماتش دوت، او عنده انذارات فهقدر اخليه افقد الماتش ده عشان العبه الماتش اللي بعديه، فدي كلها فنيات فيها حاجات مشاكل كتير جدا. احنا مش بنتكلم بس، احنا بنتكلم على المبدا نفسه. احنا سيبك من الفنيات دي كلها مقدور عليها، احنا بنتكلم دلوقتي على المبدا نفسه. هو انا دلوقتي انت ليه بترجعنا لورا؟ اللي كنا بنطلع لقدام بنرجع تاني الخطوه لورا ليه؟ اللي هي عشان تنظيم، يعني احنا ناس ظلمت الحاج عامر وقعدوا يقولوا الحاج عامر. طب السنه دي احنا دخلنا نفس القسم، ما هي السيناريو واحد. هل ده يثبت ان رئيس لجنه المسابقات هو ينظم بس ومالوش قرار في اي حاجه تانية، ولا رئيس لجنه المسابقات ممكن يقرر وممكن ينفذ رايه او ممكن يمشي رايه طبقا للوائح والقوانين؟ لا هو مش واخد الصلاحيه كامله، الواضح كده مش واخد الصلاحيه كامله. طب الطبيعي يا كابتن احمد، الطبيعي اللي انت لازم تمشي بالصلاحيات كامله، لو انا همسك المكان ده يا اما تديني الصلاحيات الكامله اقدر اشتغل واطلع شغل بشكل مميز، زي ما احنا شفنا في كاس الامم فضل او حسام كانوا واخدين شغل واخدين صلاحيات من جهات اعلى وكان في مسانده كبيره جدا من البلد، فعشان كده طلع المنظر اللي احنا متوقعينه اللي هو المنظر المحترم اللي يليق باسم مصر. طيب كم واحد يا كابتن ممكن يوافق يرفض؟ يقول لك انا موجود رئيس لجنه المسابقات او موجود عضو لجنه خماسيه بس ممكن ما يكونش فيه صلاحيات، فممكن الناس تقبل تقول لك انا ابقى موجود مفيش مشكله ابقى موجود. دي ترجع لشخصيه كل واحد او رئيس. ما انت خلي بالك دي تتحسب على كل واحد، دي شخصيه كل واحد، اللي انا هخش عايز ابقى انا راجل افيد المكان او راجل او موجود اللي انا تكمله المجلس، انت فاهم ازاي؟ فدي ترجع لكل واحد، كل واحد شخصيته ايه بالظبط؟ يا اما دي للكره المصريه واقدر اعمل شكل كويس الناس كلها تقدر تتكلم السنه دي زي ما انت عملت، اسهل حاجه اللي انت عملت قرعه ما كانوش بنشوفها قبل كده بشكل مميز، وجبت نجوم موجوده قبل كده اعتزلت سحبت القرعه، الناس كلها اتبسطت واتفقلت خير. فانت احنا بنتكلم دلوقتي اللي انت لازم تعمل
تكمل تاخد البصمه اللي انت عملتها دي تشتغل فيها بشكل كويس. ما ينفعش نرجع تاني لورا تاني وهنرجع تاني للمطوشه ونلعب ماتشين في الاسبوع ونلعب ثلاث مطوشه، هيبقى في مشاكل كبيره جدا خلي بالك. فاحنا بنتكلم اللي احنا عايزين الحق الاصيل بتاعنا اللي انت بتتكلم فيه، بدل اجلت يبقى خلاص، يبقى انت خلاص بعد كده الفتره الجايه هتقابل كتير بقى، هتاخد بقى حاجات كتير جدا من تقابل. هنعمل ايه في امم افريقيا اللي جايه بالشكل اللي حضرتك شايفه ده؟ امم افريقيا تحت 23 سنه منتخب مصر كابتن شوقي، وهتكلم معاك فيه، لكن عايز اعرف رايك يعني احنا بالشكل اللي حضرتك شايفه ده ازاي هننظم وازاي هيكون في جمهور وازاي هل حضرتك شايف انها تكون بطوله ناجحه زي امم افريقيا، ولا ممكن القرارات اللي موجوده حاليا تؤثر بعض الشيء على بطوله افريقيا؟ لا خالص، خلي بالك البطوله الشعب المصري واعي جدا، وتاني حاجه انت بتلعب باسم بلد دلوقتي اللي هو منتخب بتاع شوقي غريب، اللي هو منتخب الاولمبي اللي هو موجود فيه محمد شوقي ورياض شيتوس ومعتمد جمال، جهاز فني محترم. بس انت بتتكلم النقطه اللي هو عامل منتوشه، وفي منتوشه في اسكندريه هتبقى موجوده عمر زي ما انت عارف، وفي منتوشه هتبقى في القاهره عشان مجموعتين. فانا شايف ان شاء الله مجموعه القاهره يكون فيها اللعب على استاد القاهره، انا عارف ان هم هيلعبوا لحد دلوقتي المعلومات اللي عندنا ان هم هيلعبوا على استاد القاهره. فان شاء الله تبقى يعني شايف المنتخبات اللي مجموعه قويه شويه، بس لو جينا نتكلم المجموعه دي قويه والمجموعه الثانيه برضك خلي بالك قويه، يعني الاثنين زي بعض عمر خلي بالك. كوتيفوار، نيجيريا، جنوب افريقيا، زامبيا، ماشي تمام. انت طبعا انت عندك ولا منتخب عربي وصل للمغرب وصل ولا تونس ولا الجزائر، تمام. المجموعه الثانيه مصر والكاميرون وغانا ومالي. ما خلي بالك على فكره نفس المجموعتين نفسنا، المجموعه دي قويه والله، المجموعه دي قويه، وخلي بالك اللي حاطط قدامه هدف ماشي. احنا ما اختلفناش يا كابتن احمد، بس المجموعه بتاعتنا قويه جدا جدا. الاثنين زي بعض، بص محتاجه شغل، محتاجه شغل جامد. هو محتاج شغل جامد، وخلي بالك كابتن شوقي غريب عنده العناصر وعنده الحاجات، عنده الخبرات الكبيره اللي اتحط في المواقف دي قبل كده كتير. كان معانا من ايام ما كنا بنلعب منتخب الشباب. انا عايز اسالك عشان خاطر انت هو كان معانا منتخب الشباب، كان عندنا مجموعات اكتر، كان وقعنا وجنوب افريقيا وقعنا مع غانا. الوحيد اللي كان يعني كان عامل معانا مشكله غانا، عشان كان يعني الاعمار السنيه بتاعتهم انت عارف السن بتاع منتخب الشباب بيبقى مزورين شويه او الاعمار كبيره شويه. فاللي طلعنا من بطوله قبل نهائي في الامم الافريقيه في اثيوبيا كانت غانا، واللي وصلنا كنا بنلعب يعني كنا هنلعب على الفاينل قبل نهائي برضك اللي طلعنا منه، لعبنا على ثلاث ورابع كنا هنلعب على الاول والثاني كانت غانا. فبنتكلم اللي هي غانا في العنصر دوت عندهم العناصر كبيره شويه، بس انا بنتكلم هو عندهم الخبرات وعنده حاجه ميزه كبيره جدا، اللي انت عندك محمد شوقي وعندك شيتوس قريبين من اللعيبه شويه في السن، انت فاهم ازاي؟ فبيقدر ينقل الخبرات بتاعته بشكل احسن، ودي الميزه اللي هو عملها، اللي هو خد ناس صغيره مرت التجربه يعني اشتغلت التجربه واحرزت بطوله، فتقدر تنقل خبراتها بشكل اسرع منهم. انت عارف عنصر السن كان شوقي كبير وكان معتمد برضه كبير، انت فاهم ازاي؟ طبعا انت السن شوقي مثلا اكبر منهم مثلا ب 8 9 سنين، فالموضوع محمد بالنسبه محمد شوقي عشان الناس بس ما تفتكرش شوقي لا محمد شوقي لا محمد شوقي عشان انا بقول شوقي على طول يعني شوقي وشيتوس فالسن صغير فيقدر يعمل المعلومه باللغه اللي هو عايزها بنفس الكلام اللي هيتقال للشاب، انت فاهم؟ دلوقتي الشباب بقى كلام مش زي الراجل اللي بره الكبير بيتكلم معاه، لا الموضوع اختلف خالص دلوقتي، الدماغ اختلفت وتاني حاجه خالص. وكلام تاني في الكوره وايه على راي بركات كوره في الكليتش انت فاهم ازاي؟ فهي دي النقطه اللي الدنيا اختلفت، فدي هيمرنهم بالتجربه هتبقى احسن شويه، اللعيبه هتبقى عندهم هيستفادوا بشكل مميز، بالذات انت تنقلهم المعلومه بسهوله اللي انت عشتها وقلت لهم النهارده هيحصل كذا. هي محتاجه جهد كبير، محتاجه مسانده، وانا شايف البلد ما بتبخلش اي حاجه. احنا كفايه اللي عملنا البروفه الجميله عملناها والمنظر الحضاري الكبير اللي عملناه في كاس الامم اللي فاتت. انا شايف ان شاء الله هي البطولات دي عمر المجمعه دي تبقى فيها مشكله كبيره جدا اول ماتش. ايوه لو كسبت خلاص. طيب ممكن قبل يا كابتن ما نروح للبطوله عشان عايز اسال حضرتك على متابعتك لاداء المنتخب الاولمبي في اخر مباراه امام جنوب افريقيا، لو حضرتك كنت تابعت او حتى اتفرجت. لا شفت الماتش. طيب رايك البعض انتقد الاداء المنتخب وقال اداء المنتخب الاولمبي محتاجين شده شويه ومحتاجين يشتغلوا على نفسهم اكتر علشان عندهم بعض السلبيات اللي موجوده، والبعض الاخر قال لسه منتخب مصر بيستعد علشان يبقى جاهز لاول مباراه. راي حضرتك ايه؟ وفي الاخر عايزك تقول للمنتخب او تقول لكابتن شوقي غريب المرحله اللي جايه محتاجه ايه بالظبط علشان ما فيش وقت وداخلين على حدث بنتاهل من خلاله لاولمبياد طوكيو 2020. لو جينا نتكلم على التجربه اللي فاتت شفتها بتاع جنوب افريقيا، التجربه مش وحشه عمر خلي بالك، برضك شوقي غريب عنده من الذكاء اللي هو برضك ما كشفش عناصر الموجوده عنده كلها. فممكن يكون حاطط برضك لعيبه في اماكن عايز يشوف ده النهارده من رمضان ان حادف اتجاه تاني، عايز يشوف مثلا مصطفى محمد من تحت شويه، عايز يشوف مروان
صلاح محسن بشكل مميز اكتر من كده لعبه على الاطراف او يشوف شكل، عايز يشوف احمد ابو الفتوح الباك ليفت بيشتغل ازاي بيعمل شوتنج ازاي. فانا بكلمك هو عنده عناصر كلها الملم بيها، عنده منتخب قوي، عنده منتخب قوي. احنا بنتكلم في التجربه بتاع جنوب افريقيا، هي الميزه ايه المميزات اللي فيها شوية غريب؟ لو عايز يلعب في منتخب قوي عنده السرعات وعنده الهجمات المرتده بيعملها سريع جدا. انت شفت منتخب جنوب افريقيا ثلاثة باص ويعملوا الهجمه المرتده في ثانيه. فانا بنتكلم ان هو كان عايز التجربه ديت، عايز يشوف اللعيبه كلها. تاني حاجه عايزين نتكلم ان اللعيبه عندها من خبرات، هي تاني حاجه كان عامل متوشه من فتره اللي هي كانت موجوده منتخبات، لاعب منتخبات الدوره اللي كان بيلعبوها بيلعبوها بره، كان بيلعبوها في ايطاليا مش عارف ولا فين بالظبط، كانوا احتكوا بمدارس كتير. فهو شوف غريب عنده من الخبرات ديت لو هينقلها بشكل كويس. بس خلي بالك ده كله مش هيجي زي ما قلنا في اللعيبه هدفها ايه. يعني احنا ما كنا معاه مثلا منتخب الشباب كنا بنتكلم اللي احنا اول يوم اتجمعنا فيه الطموح بتاعنا كان واحد، اللي احنا ان شاء الله كنا خطوه خطوه قلنا هناخد بطوله افريقيا وبعد كده هنروح كاس العالم. كان طموحنا والحمد لله حققناه معاه. هو طموح اللعيبه عايزه ايه بالظبط المرحله ديت؟ عارفين بيلعبوا باسم مصر، البطوله على ملعبنا. خلي بالك عندهم ميزه كبيره جدا يا عمر، اللي انت بتلعب على ملعبك وسط جماهيرك، ما بتلعبش في افريقيا. انت عارف في افريقيا الاكل صعب جدا، الملاعب صعبه جدا، درجه الحراره مختلفه تماما. انت بتلعب في مصر فعندك يعني عندك كل حاجه سهله، عايز ادائك انت في الملعب. فانا شايف اللعيبه عندها شكل مميز وعندها جهاز فني كويس. انا شايف نتمنى لهم التوفيق. هو اول مباريات ديت لو كسبوا ان شاء الله اول ماتش الدنيا بتختلف، بالذات في البطولات دي. احنا حتى كنا بنلعب في البطولات اول ماتش تعادلنا وبعد كده كسبنا على طول. فهي كده لازم الاول، اول حاجه في اللقاءات المنتخبات دي لازم تكسب اول ماتش عشان تقدر تعدي المرحله اللي بعدها، الناس تخاف منك. تاني حاجه تقدر تجمع نقط بسرعه، عشان انت خلي بالك هم ست فرق هياخدوا ست اربعه هنا واربعه هنا، ثمانيه متهيألي البطوله عندك مجموعتين اربعه واربعه اربعه ثمانيه هياخدوا منها ثلاثه بس في دلوقتي. لا انت عندك لا اثنين واثنين يا كابتن، اثنين اول وثاني من هنا، اول وثاني من هنا، تمام حلو. يبقى اربعه. بس زمان يا كابتن او قبل البطولات اللي قبليها كان عندك الاول والثاني والثالث بيصعدوا ايوه لوحديهم، الرابع كان بيلعب ملحق مع مع اللي جاي من اسيا ايوه. ففي كلام ان هو اتلغى، اتلغت دي. لا اتلغت حلو قوي، اتلغت. فدلوقتي بقى الموضوع عندنا أول صعب وتاني. يعني احنا كابتن في مجموعه مش سهله، مجموعه بس فيها بس خلي بالك ده اربع، يعني ده اربع فرق. يعني انا شايف الموضوع ان شاء الله كسبت ماتشين خلاص خلص الموضوع كله. كابتن ابو مسلم انا شايف انه صعب وسهل. سهل ان انت لو كسبت ماتشين بس خلاص وصلت، لو كسبت اول ماتش كمان الموضوع هيختلف. بس عندك يا كابتن ما هو انت عندك حاجه ثانيه، ما هو حاجه ثانيه اصعب ان انت لما تصعد عندك نوك اوتس، انت يعني انت عندك قبل النهائي. فانت لو صعدت للمباراه النهائيه انت خلاص وصلت، ما عندكش اي مشكله خالص. لكن لو لا قدر الله خسرت يبقى عندك فرصه ان اللي قدامك على الثالث والرابع ان الثالث ده يصعد يروح مباشره للاولمبياد، الرابع يخرج. ما احنا بنتكلم بقى في ليه اول ماتش ده 50% من البطوله كلها بالظبط كده. كسبت اول ماتش مهمين جدا، بس اول لقاء 3 بونت 50% انت رجلك جوه. فهي دي النقطه اللي بنتكلم فيها، اللي هي زي ما قلت لك منتشر البطولات اللي هي مجمعه دي لازم تكسب اول حاجه. مين من المنتخبات يا كابتن احمد اللي ان شاء الله تتوقع انها تصعد مع منتخب مصر؟ هل حضرتك شايف كاميرون ولا غانا ولا مالي؟ ناس مش مديه مالي القوه بتاعتها. مالي منتخب قوي جدا عارف يعني كلهم زي بسم الله ما شاء الله اليو ديانج كده. بس انت بتتكلم في المرحله دي عندك غانا بتبقى مميزه جدا طبعا، والكاميرون والكاميرون بتبقى صعبه شويه، هم دول صعبين شويه. ممكن مالي يعني اقل لهم شويه، بس مالي كورتها برده كويسه. التطور الفتره اللي فاتت بقى المنتخب الاول كمان شفناه هنا فرقه بتادي اداء كويس جدا. وخلي بالك نص الفرقه دي منتخب اولمبي، خلي بالك كل الفرق الموجوده كانت غانا ولا الكاميرون ولا مالي دول كلهم هتلاقيهم محترفين في اوروبا ومحترفين في انديه كبيره. طب بالنسبه للغه يا كابتن احمد، في الفتره الاخيره منتخبات زي السنغال ومالي بسبب اللغه بنشوفهم بيلعبوا في فرنسا بشكل كبير جدا، وكلهم يعني بصراحه مالين الدوري الفرنسي سواء الممتاز او الاول او الثاني. لا بس الفتره دي يا كابتن شفنا تطور كبير جدا للكره السنغاليه والكره الماليه. الكره السنغاليه من 2002 ممكن تكون اختفت شويه، لكن طبعا رجعت بقوه وجود ساديو ماني وكوليبالي وخلافه. وبنتكلم كمان على مالي، مالي بقى فيها منتخبات قويه جدا من اول الاول لحد منتخبات الشباب. هل حضرتك شايف ان بسبب ان المنتخبات السنغاليه والماليه تتفوق على المنتخبات زي الكاميرون وغانا ونيجيريا، ولا نيجيريا وغانا والكاميرون تحتفظ بالقوه اللي كلنا متعودين عليها؟ لا زي ما قلت لك المدارس دي كلها مدارس قويه جدا. السنغال او السنغال او الكاميرون او نيجيريا دي كلهم انا عايز السنغال اللي هم الفرنش لوحدهم. لا هم دول كلهم خلي بالك اللي هم الفرانكفور، اللي هم بيقولوا الفرانكفور ان هي بتلعب دوره الفرانكفور اللي بيروحوا يلعبوا فيها. فبنتكلم هي عنصر اللغه طبعا بيسهل لهم اجراء كبير جدا بالذات في اوروبا. تاني حاجه الانديه الفرنسويه انا كنت اعرف يعني مثلا نادي ستراسبورج ده عامل مدرسه اكاديميه هناك
في السنغال وعامر في الكاميرون اللي هم باكاديميه صغيره بيصرفوا عليهم بياكلوهم ويشربوهم وكل حاجه عشان يطلع ياخدوا اللعيب سهل من هناك يعملوه. فاحنا بنتكلم اللغه عنصر اللغه بيوفر كتير. فبنتكلم الانديه دي خلاص الانديه الاوروبيه كلها بقت تعمل كده. خلي بالك ما بقاش في نظام اللي هو كشاف ينزل يدور له على 3 4 خلاص، لا هم ناس هناك عامله مدرسه بالنسبه في افريقيا رخيصه جدا يعني مش مكلفه، بس بيشوفوا التعيب لا بيتابعوا اللعيب ويعلموه هناك لحد مثلا 15 14 سنه وياخدوه يعني ياخدوه. فالموضوع ده دلوقتي هتلاقيه فتح الباب بنسبه كبيره جدا. هتلاقي بس هنا كابتن مش بيهزروا، هنا بيهزروا يعني ممكن بره يعني مثلا ماينز عامل يعني زي ما ساديو ماني راح المانيا ومدرسه ماينز في البدايه، وان مدرسه ماينز فاتحه في السنغال فكان فيها لعيبه سنغاليين اخذوا اللعيبه المميزه. بقول لك كل الانديه الفرنسويه كده. بس هنا كابتن بيهزروا. لا هنا في مصر في حاجات كتير الناس مختلفة تماما. انا بكلمك كله دعاية مفيش شغل، كل دعاية وكل حاجات. خلي بالك الاكاديميات دلوقتي في مصر الموجودة دي كلها بزنس في كتير جدا يعني في عندك كل استثمار داخل بيخشوا لها 5 6 مليون جنيه بيخشوا لهم. وتاني حاجة النسبة بتبقى قليلة جدا 2 او 3 من 10 او 4 من 10 اللي بياخدوا منها لعيبة مميزة. فدي اللي بنتكلم فيها اللي هو مش شغال الشغلانة ديت مش عشان يجيب لعيبة كويسة، لا هو بيجيب دخل، عايز يجيب دخل ثابت للنادي. فده الفرق اللي من بره اللي هو مثلا بيحط فلوس في حته مجهوله مثلا في افريقيا ما يعرفش اللعيب هيطلع ايه، بس بيقدر يجيب اللعيب مثلا زي ساديو ماني والناس دي كلها بيبيعها ب 300 مليون 400 مليون. فده الكلام اللي بنتكلم فيه بالذات لان كمان ده افريقيا مليانه يا عمر. انت عندك لعيب دلوقتي في درجه ثانيه في الدوري الانجليزي السوداني كان بيلعب من يومين هداف الدوري الانجليزي. خلي بالك اللي هو الدرجه الثانيه طبعا، فمش عارف اسمه الحسن حاجه راجل جامد جدا. فانا بنتكلم حتى انا بص السودان فيها تطور كمان. فانت بتتكلم اللي احنا ما عندناش الا محمد صلاح مثلا تريزيجيه شويه ابتدى يخش، ولما من هنا برضك لما قلت له خلي بالك غير وكيل اعمالك هو سمع فهو شكله هو اللي اشتغل بشكل مميز. تريزيجيه بيعمل كل حاجه يعني بيعمل كل حاجه، بس التسويقيه زي ما انت عارف يا عمر انت كنت في اوروبا وعارف لازم حد يسوقك بشكل مميز. احنا كنا مثلا في فرنسا تعمل شكل مميز جدا لما نزلنا درجه ثانيه انا وحسني عبد ربه الفرقه كلها مشيت ما كانوش بيلعبوا 4 ماتشات واحنا العاديين عشان ما فيش حد يسواك بشكل كويس. فالناحيه التسويقيه طبعا صح اللي في انت لعبت كل ماتشات مع ستراسبورج في الممتاز ولما نزلت درجه ثانيه كله مشي عشان عنده وكيل وبيعرف يسوق وانتوا فضلتوا موجودين ما بتعرفش تتكلم. هي دي بنتكلم اللي هي اللي هنا في مدرسه كان بتعلم فرنساوي بره بتعرف تتكلم بتبقى قريب منهم عارف كل حاجه بتقدر تشتغل بشكل مميز بتقدر تمشي على طول تعرف الناس عايزه تتكلم ازاي في النهارده ايه الناس بتتكلم عنك في الصحافه ازاي. ده اللي بنتكلم فيه. وده محمد صلاح لما طلع في نادي اقل شويه مرحله شويه بازل نادي كبير برضك في سويسرا بس مش اوروبا بازل سويسرا برضك مش اللي هي التوب في اوروبا يعني بس مرحله ومحطه وبعد كده قدر يستعد بشكل مميز طلعه في حاجه ثانيه. ده اللي بنتكلم فيه. فاحنا بنتكلم اللي احنا عندنا عندك ارضيه كبيره جدا عندك صلاح حاجه كبيره جدا لازم استمر دي اللي هو سواء اللعيبه المصريه لازم هنا في مصر في جميع الاماكن نحط صور صلاح زي ما احنا كنا بنروح مثلا نروح الكامل نلاقي صور النجوم قد كده تروح كوت ديفوار تلاقي صوره دروجبا هنا ودروجبا بيقدروا يستغلوا يا عمر النجوم بتاعتهم بشكل مميز. فاحنا عايزين نستفاد من دي اللي انت عندك راجل ماركت حاجه جامده جدا موجوده في اوروبا مش لما صلاح يعمل اعلان نمسك حاجه نقول لك نفضل نتكلم في الاعلان وحاجه ثانيه غير ونسيب الايجابيات. راجل عامل حاجه جديده جدا في حاله موجوده في اوروبا في انجلترا الناس عماله بتتكلم بشكل كبير جدا الراجل عامل ده وصل ازاي وشفنا ناس ثانيه دخلت في حاجات ثانيه سياسيه اللي هي راجل اعطانك حاجه ثانيه اعطانك الاسلام عشان محمد صلاح. فانت بتتكلم في حاجات اجي ابص على الاعلان مثلا صلاح مش لابس قميص او مش لابس تيشيرت يعني الناس بتتكلم ناس في اوروبا بتبص فين واحنا بنبص فين يعني ماركه لوحديها محمد صلاح يعني ماركه لوحديها متنقله يعني كنز متنقل واحنا بنتكلم في نبص للجاكيت او التيشيرت الدنيا هنا بص احنا طموحنا فين وناس طموحها بره بتتكلم فين. طيب احنا يعني هنروح لملف افريقي اخر لكن خاص بالنادي الاهلي وعايز اعرف راي حضرتك في المجموعه نتكلم في النجم الساحلي والهلال السوداني وبلاتينيوم الزيمبابوي راي حضرتك في المجموعه هل هي مجموعه متوازنه ولا مجموعه قويه تقدر تبين لكل جمهور الاهلي مدى قوه وامكانيات مستر ريني فايلر واللعيبه اللي موجودين حاليا في مرحله المجموعات قبل ما نروح للادوار الاقصائيه في دور الثمانيه في دوري ابطال افريقيا. لا هو بقول لك انا مستر فايلر انا متفائل بيه خير جدا. هو راجل عنده ميزه كبيره جدا الفتره اللي فاتت قدر يعني خلي بالك عمر لو قدر يكسب ثقه جماهير النادي الاهلي في وقت قليل جدا حاجه سهله
طبعا مش سهله. وخلي بالك دي اللي كانت نقطه، النقطه المفقوده بين لاسارتي والجماهير، جماهير النادي الاهلي. خلي بالك اللي هو حتى الراجل لما كسب البطوله برضك الناس مش متقبله، انت فاهم ازاي؟ عشان عمل حاجه، حاله اللي هي بتاعت افريقيا او بتاع ماتش سان داونز، والنادي الاهلي جماهير حتى العرض بقى 100 سنه ما بتنساش، انت فاهم ازاي؟ ففايلر اشتغل بشكل كويس، ادى الفرصه للناس كلها، ودي طبعا قليله من المديرين الفنيين. خلي بالك اللي هو بيجي الاول بيكون حاطه مثلا قوام بتاعه 14 لعيب او 15 لعيب هو اللي بيشتغل بيهم. احنا يعني شفنا الراجل ادى للعيبه كلها بمستوى كويس، اللعيبه كلها ظهرت. بقى عندك النقطه اللي كنا بنشوفها مع لاسارت فيها مشكله، اللي هو عندك الراجل الاساسي والاحتياطي بيبقى اقل منه شويه، دلوقتي الاثنين نفس المستوى، هيلعب السوليه، هيلعب اي حد، هيلعب حسين الشحات، رمضان، هيلعب اي حد من بره، محمود وحيد بياخد بشكل مميز، فعامل فرقتين بشكل مميز بالفتره ديت. فالراجل عنده مميزات كتير، بيدي الفرصه للناس كلها. شغله النقله بقى، عمل نقله كبيره جدا اللي هي السرعه في الاداء الهجومي. ما حضرتوش في بلجيكا لما كان في اندرليخت؟ شفته صح؟ حضرته شويه. مش هتعرف بس انا كنت موجود في ليرسا يا كابتن احمد. ايوه كنت موجود في ليرسا، حضرته. كان هو ماسك اندرليخت. وخلي بالك انا لما حد سالني عليه من ما كنا بنتكلم في ديل اللقاءات، قلت له مدرب كويس، شخصيته كويسه، هادي الاسلوب بتاعه، هادي في الملعب، بس بيقدر بيعمل بشكل كويس، يعني بيشتغل بالذات الناحيه الهجوميه عنده. هو على فكره اللعب كله هجومي، خلي بالك ما بيدافعش بشكل كبير. يعني دي اللي كمان دي المدرسه دي يعني هتتاقلم مع يعني جماهير النادي الاهلي هتحبها، اللي هو الراجل بيلعب من تحت بسرعه. شفت الاداء دلوقتي رمضان دلوقتي غير من رمضان من 3 شهور ولا 4 شهور. صح. بيقف على الكوره بشكل مميز. رمضان كانت لازم الكوره تجيله في رجله عمر عشان يقدر يعدي من واحد ويعمل باص. دلوقتي رمضان بينزل يستلم من تحت ويتعمل له الكوره اللي جون زي الجون اللي جابه في اسوان، اللي هو الراجل حطيت له راح شايط في الانتاج الحربي، قصدي اللي جاب بشايطه. رمضان بيشتغل حسين الشحات دلوقتي غير من 3 شهور. صح. دي ترجع لمين؟ دي برضك نقدر نقول مدير فني قدر يوظف بشكل كويس، عنده الشخصيه، عنده عنصر البدني لازم نتكلم عليه. النادي الاهلي البدني دلوقتي اعلى جدا من الفتره بتاعت لاسارتي. الراجل كل اي حد هيلعب، الراجل مد الثقه للناس كلها، فشايفين الاداء مميز، الاداء احنا مطمنين. بس خلي بالك لسه اللقاءات الصعبه برضك هتيجي، فهيبين لك برضك الراجل الميزه بتاعته هتبقى اقوى من كده، هتبقى باينه اكتر. مش هل في لقاء من الثلاث فرق اللي قلت لك عليهم دول ممكن يكون اصعب لقاء، ولا الثلاث لقاءات بالنسبه للنجم الساحلي وتاريخه مع النادي الاهلي وتاريخ نادي كبير جدا في تونس، حتى الهلال السوداني واحد من اقوى الانديه اللي موجوده في تونس، كمان بلاتينيوم الزيمبابوي بالنسبه للنادي الاهلي جديد، فهل شايف ان في فريق ممكن يكون اقوى من الثاني، ولا الثلاث فرق بتاريخهم بالعنصر الجديد اللي موجود ممكن يكونوا كلهم صعبين على النادي الاهلي؟ لا، هي الثلاث فرق مميزين، بس احنا بنتكلم على فرق اللي هي اصحاب يعني الجولات اللي معانا الصعبه اللي موجوده. النجم الساحلي لعبت هناك كتير، النجم الساحلي فرقه قويه جدا وجماهيره قويه جدا ونادي كبير، نادي كبير. ما لعبتش قدام الهلال يا كابتن؟ لعبنا قدام الهلال برضه، خلي بالك بطوله افريقيا بقى، ان كنا كاسبين هنا 3 وتعادلنا هناك 3-3 بتاع احمد بلال. صح. الشوط الثاني كانت درجه الحراره 60. والله كنا هناك، كنا كاسبين الشوط هنا في مصر 3-0، رحنا هناك درجه الحراره يعني معديه، رحنا هناك 3-3 لحد اخر دقيقه، والحمد لله. مش عارف كان بلال، باين بلال الماتش ده كان فاكره اللي هو جاله رباط صليبي ساعتها، فيه جاب جون 4-3 متهيألي او حاجه زي كده، كسبنا بطلوع الروح. يعني هي المنتوشه خربت المواجهات في السودان بالذات في الصيف، تبقى الموضوع صعب. طيب اروح معاك للمنتخب سريعا كده، عشان عايز اعرف راي حضرتك في المواجهه الاخيره امام بوتسوانا، وتجربه الاول او اول تجربه للكابتن حسام البدري مع المنتخب بعد مستر اجاري، فتقييمك لمنتخب مصر وادائه في مباراه بوتسوانا. المنتخب يستعد ان شاء الله لمباراه تصفيات بطوله امم افريقيا اللي جايه، شايف اخر تجربه ازاي، وشايف اول تجربه رسميه ازاي؟ لا، تجربه مش وحشه طبعا، مش منتخب نفس القوه زي ما بنقول، بس هو الراجل كان عايز يعمل الثقه بينه وبين الجماهير. كابتن حسام بدري اتمنى له التوفيق زي ما بقول لك، بس هو في مكاسب كتير طبعا. واحد زي حمدي فتحي قدر يحرز اول لقاء ليه، يحرز هدف. وعندك حسين الشحات اول لقاء برضك بدا بيه اللي هو بشكل تجربه رسميه مع يعني تجربه مع منتخب مصر بشكل مميز. في مميزات كتير الراجل اللي ابتدى يشتغل بيها بشكل مميز، وفي حاجات تانية المستوى ما كانش نوعا ما، ما كانش اللي هو في لعيبه طبعا اكيد كانت موجوده بقى لها فتره على نفس المستوى، فلازم يعمل روتيشن في الشكل دوت. لازم اشوف مثلا في خط الهجومي دوت عندي ناس مش نوعا ما، مش عايزين نتكلم على حد باسمه يعني، هو حد بشكل عام لازم يشوف المشاكل فين عنده في خط الهجوم، عنده مشاكل ممكن لازم يجيب حد بشكل مميز. بس هو طبعا هو لسه بيشوف، لسه قدامه كابتن حسام عنده لسه مساحه كبيره جدا، فهي دي المميزات. بس لو جينا نتكلم بتسوانا مش وحشه، انت بتشوف لعيبه 3-4 بتديهم الثقه في اول منتشره بتاعتها، فدي حاجه مميزه يعني.
كابتن احمد ابو مسلم بشكرك شكرا جزيلا على وجودك معايا. يعني الوقت معاك بيمر بسرعه جدا، اتكلمت معاك في يعني ملفات كتيره جدا واراء مهمه، وكالعاده راي حضرتك اكيد محترم جدا وحاجه يعني بتزود من المعلومات اللي موجوده عندنا. بشكرك كابتن عمر، بشكرك طبعا مبسوط، وتمنياتنا لينا والتوفيق للنادي الاهلي وجماهير النادي الاهلي طبعا. ربنا يخليك. بشكرك كابتن احمد. وصلنا مع حضراتكم لنهايه الفقره الحواريه الاولى مع نجم نادي الاهلي ومنتخب مصر الكابتن احمد ابو مسلم. فاصل ونروح نستقبل الضيف الثاني في الفقرة الثانية، وهو الناقد الرياضي الكبير والصحفي الكبير الأستاذ عصام شلتوت، ولكن بعد الفاصل.